انواع الاكل، اتكلمنا عن دراي فود والويت فود، يعني الاكل الجاف والاكل الرطب. ايه تاني من اكلات؟ هل المتبقيات يعني فضلات الطعام العضويه اللي عندنا في المطبخ ممكن نديها لا للكلاب؟ طبعا، غلط جدا، غلط جدا. من اكتر الحاجات اللي بتضر الكلب وبتضر بالذات الكبد بتاع الكلب الاكل بتاعنا. الممنوعات اللي ما ينفعش ياكلها الكلب، لازم التوابل والدهون. اكلنا كله فيه املاح وملح وفلفل وبصل وثوم وصلصه الشرقيين كده عموما. بالظبط بالظبط. فده طبعا غلط جدا على الكبد بتاعه. ده بيجيب لنا مشاكل كتيره قوي في الكبد بعد عمر سنه، يا في كبد الكلب، في كبد الكلب. ما بالنا بكبد الانسان بقى اذا كان بيعمل في كبد الكلب ما هي كده. لان ليه بقى؟ لان الكبد الكلب مش بيفرز الانزيمات اللي بتهضم الحاجات دي، فعشان كده بتترسب عليه تاني، فبتعمل مشاكل فيه، بتعمل ليفل فيلير، فشل في الكبد. من الممنوعات السكريات والحلويات، برضو الكبد ما بيفرزش انزيمات ان هو يهضم السكريات والحلويات، فبترجع تمتص تاني، الجسم بيمتصها تاني كماده سامه، فبتظهر اعراض توكسيستي او تسمم. تسمم تمام. التاني ايه تاني؟ زي مثلا الالبان، لبن خالي كامل الدسم، طبعا ده غلط. احنا متصورين ان الالبان دي مهمه للكلاب لبن ولصحتها. خالي الدسم، لبن كامل الدسم فيه انزيم اللاكتيز اللي بيكسر اللاكتيز. بيكسر سكر اللاكتوز في الجسم، فبيجيب اسهال للكلب. هو ما عندوش استعداد لكده، هو ما عندوش استعداد لكده. وطبعا وجود الاسهال ممكن يدخلنا في مرحله تانية اللي هي جفاف، وبنبتدي بقى نعالج حاجات تانية. طبعا عندنا في المطبخ يعني عظم متبقي من لحم، طبعا من ده غلط، من طيور يعني فراخ، كل العظم ده بينزل على المريء والمعده وبيجرحها. ففرصه حد بيسالك دلوقتي، الكلب لو ما كانش الكلب هو اللي بياكل العظم، امال مين اللي بياكل العظم؟ ما هي بصي، باد هيستوري عند عند الاونه، عند كل مربين الكلاب. يعني الكلب ياكل عظم والقطه تاكل سمك. ده القطه بيضرها السمك والكلب بيضر العظم. فانا كاني بديله سم، كاني بديله حاجه تاذيه. معلومه جديده دي تماما، ان الكلب كتير ما ياكلش عظم. ما ياكلش عظم. في كتير قوي كلاب بيجوا لنا العياده بيبقى العظم محشور في الـ في الـ في الهارت بلت او سقف الحلق او في المريء، بنضطر نعمل عمليه عشان نشيل العظمه دي. طب عظم في لحم برضو؟ لا ناخد اللحم ونسيب العظم. امال مين اللي ياكل العظم؟ في بقى عظم في البات شوب، حاجات بيبقى فيها كالسيوم مفيده. تمام، وبتدوب. تمام، دي موجوده في البيت. يعني العظم السهل الطري اللي ممكن التعامل معاه، اللي موجود بس في البيت شوب. اما العظم مهما خليناه طري ومهما غليناه برضو غلط، لان برضو هيبقى فيه حتت شارب قوي هتنزل تجرح في المريء والامعاء، وممكن يجيب لنا قرحه ونخش في مشاكل هضميه كتير قوي. جميل.